مهم الجهد الساكن مدير البي اي اللي بيزوخ انفورميشن هاند سان باحث في جامعه طنطا، المدير العام لبرغوث بي اي ام اريبيان، ومحرر اللغه العربيه في برغوث بي اي ام، وشارك في تطوير نظام الانتاج في العديد من الشركات الكبيره من الاستشاريين في الدول مجلس التعاون الخليجي، بما ذلك شركه ديار السعوديه، هو رائد البي اي ام في الوطن العربي. المهندس عمر سليم، بالراحه الطيبه على المشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر عميد الكلية الدكتور إيهاب محمد لطفي والدكتورة سالي حسني طاع على الدعوة الكريمة إن شاء الله، وأشكر السادة الأفاضل المشاركين معنا المهندس وليد والمهندسة نجوى والمهندس محمد، وأشكر كل الحضور إن شاء الله. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على المدن الذكية المستدامة أو اليوتوبيا. يعني قناة السويس أو مدينة السويس أو إسماعيلية مدن تستحق انها تكون ليها افضل حاجات. احنا عايزين نكون مدن ذكيه، وهنفهم مع بعض ان شاء الله يعني ايه مدن ذكيه. ده زمان كان عباره عن حلم، يعني افلاطون، الفارابي، ألان مور، ناس كتيره جدا كانت بتحلم بحته المدينه الفاضله او المدينه الذكيه. لكن احنا دلوقتي عندنا الادوات ان احنا نحقق ده ان شاء الله، نحقق دوت وفي نفس الوقت نعمل حاجه صديقه للبيئه. تمام. يعني انا عضو مثلا في مهندسين من اجل مصر المستدامه، بتدي محاضرات كتير جدا في موضوع الاستدامه، والاي بي بي اس اي ده لمحاكاه اداء المباني، ازاي نستخدم العلم اللي احنا بنعمله دوت عشان نعمل حاجه تساعد الانسان، تخلي حياه الانسان اسهل، وده هيخلي ربنا ان شاء الله يرضى علينا. فتخيل ان انت بتعمل حاجه يعني توفر وقت للناس، توفر عندنا مشاكل كتير جدا في المدن. يعني بدايه المدن اصلا كانت حاجه سيئه جدا، زحمه، وبالذات لو حد راح القاهره، بما ان انا من القاهره فممكن تلاقي نفسك بيضيع منك 3 ساعات او ساعتين في المواصلات كل يوم يوميا. فلو انا قدرت اوجد حلول تقلل الوقت دوت لساعه لنص ساعه، ده حاجه ممتازه جدا. يعني الناس هتبقى مبسوطه بفكره ان انا قاعد في مدينه بتسهل عليا الحياه جواها. تمام. لان المدن بيعيش فيها تقريبا 68% من سكان العالم بحلول عام 2050، ده حسب احصائيات بتاعه الامم المتحده. لان في وسائل خدميه في قلب المدن، ففي ناس كتير بتتجه للحياه في المدن، فاحنا محتاجين ان احنا نسهل لهم المدينه. طيب، من كام سنه حصل موضوع كوفيد 19 واكتشفنا ان المدن بتاعتنا فيها مشاكل كتير جدا. البيوت لم تصمم ان احنا نعيش فيها، يعني لما اضطرينا في العزل ان احنا نقعد فيها فوجئنا ان الامراض بتكتر نتيجه ان مفيش تهويه كافيه ومفيش اناره كافيه وحاجات كتير جدا. المدن لما مش مصممه انها تفصل الناس عن بعض وان الناس ما تنتقلش الفيروس بينهم، فدي الافكار اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. فالمجتمع بتاعنا دلوقتي بنسميه سوسايتي 5، يعني سوسايتي 1 او اول حاجه اللي هو بينزل يصطاد، بعد كده بدا يتجه لموضوع الزراعه، فبقى في استقرار، ففي نية ان احنا ننشئ حضارات. بعد كده اتجهنا للسايتي 3 اللي هو الموضوع الصناعة، ونشأت من خلال المدن الصناعية، وده سبب امراض كتيرة جدا جدا نتيجة ان الدخان، الناس كانت ساكنة في نفس الاماكن فيها المصانع ما تعرفش مدى خطورتها. الموضوع الصرف الصحي اللي كان مصمم على حاجات معينة وكان بيرمي في النهر بتاع لندن وباريس، فده سبب امراض كتير جدا. بعد كده سايتي انفورميشن، وبعد كده دلوقتي استخدام التكنولوجيا بقى كلها وانترنت الاشياء و في ان احنا نعمل مجتمع ذكي يوفر الطاقه ويوفر الحياه السليمه، وده ماشي مع اللي ماشي بمصر اللي هي خطه 2030. يعني عندنا خطه 2030 في اهداف بنحاول ان احنا نوصل لها، الدوله كلها بتحاول انها تمشي على الحاجات دي. من ضمن الحاجات دي احنا عندنا رقم 11 سستينبل سايتس اند كوميونيكيشن. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل مدن ذكيه، من المدن الذكيه دي تحافظ على البيئه مش تدمر البيئه، يكون في موارد ميه بتستخدم بشكل كويس. فهنلاقي ان احنا في الحاجات المهمه جدا في المدن رقم 11 طبعا ان احنا نعمل مجتمعات بتقلل التعرض للفيروسات، بتقلل الزحمه، بتوفر الخدمات الاساسيه. عندنا رقم 6 ان يكون في مياه نظيفه، دي حاجه من الاساسيات المدن الذكيه. النمو الاقتصادي ويبقى في مصانع موجوده وفي خدمات والحاجات دي كلها، لان مش معقول انا اكون عايش في مدينه ذكيه لكن عشان اشتغل بضطر ان انا اروح مكان تاني،
او مفيش جامعه، فبضطر ان انا اروح لمحافظه تانية عشان اتلقى العلم. فلازم كل حاجه تكون موجوده، يكون في صناعه وابتكار، يكون في العمل المناخي اللي هو احنا كنا لسه في كوبيد الكوب بنتكلم فيه، ان احنا ازاي ان احنا نحسن جوده الهواء، لان احنا عندنا خطوره جامده جدا لو احنا ما انتبهناش ليها، ونقدر كافراد نتعاون مع بعض في ان احنا نساهم في حل المشاكل بتاعت العمل المناخي. فبنلاقي فيه تكنولوجيات كتيره جدا هنتعرف عليها يعني نبذه سريعه جدا، زي مثلا موضوع الانترنت اوف ثينجز. زي انترنت اوف ثينجز على سبيل المثال ان كل حاجه متوصله بالانترنت، فلو انا عايز اي معلومه بمجرد بدخل بالموبايل بعرف مكان كل حاجه، مكان كل خدمه. زي فكره ان انت مثلا جوجل مابس مثلا، لا هتبقى متوصله بكل اشاره مرور، تبقى عارف ان مثلا ان الاتوبيس او الباص هيجي مثلا خلال 5 دقائق، فتقدر تاخد قرار اركب التاكسي ولا الاتوبيس، تبقى عارف بدقه لان هو متوصل في حاجه بالقمر الصناعي، فيقول لك مثلا هو قدامه في الطريق بالظبط 5 دقائق. فدي من ضمن الخدمات الكويسه، السمارت هيلث الصحه، الحكومة الذكية، ازاي الحكومة تكون ذكية، الزراعة تكون ذكية، البيئة تكون ذكية، نقلل المخاطر، نعمل رعاية لكبار السن، كل الحاجات دي موجودة في فكرة المدن الذكية. فالمدن الذكية تعريفها ببساطة ان انا هستخدم التكنولوجيا في تحسين نوعية الحياة. نوعية الحياة اللي احنا عايشينها هنقدر ان احنا نحسن فيها من غير ما نيجي على احتياجات الاجيال القادمة، مش هنستهلك مواد خام اكتر من اللازم لان دي حق الاجيال القادمة. فلو احنا عايزين ننظم الموضوع هنقول ان احنا عندنا بنية تحتية اجتماعية، زي مثلا التعليم هنلاقي فيه استدامة، كل واحدة من دول في موقع من المواقع كمثال للفكرة بتاعتها. دي مواقع حقيقية في موجودة في سنغافورة وموجودة في بريطانيا، بتوفر لك المعلومات. اول ما بتدخل بيقول لك والله احنا عندنا افكار معينة عايزين نناقشها مع بعض. هنا مثلا الموقع دوت ايجورا، ايجورا ده يعني المكان واسع الناس كلها بتجتمع فيه عشان تتناقش في احوال المدينه. فلو في اي حد عايز ياخد قرار، محافظ او وزير او او او، بينزل القرار ده على التطبيق، فالناس كلها تبدا تحط التصويت اني مشروع الاهم، او انا موافق على المشروع ده او معترض عليه، او انا اللي ليه اولويه. فده بيخلي الشعب كله بيشيل المسؤوليه مع بعض، فبيبقى مهتم جدا بان هو يحقق الفكره وينفذها. في حاجات خاصه بالزراعه، يبدا يديك كل المعلومات الخاصه، ايه اللي ينفع يزرع وايه اللي ما ينفعش يزرع، ولو في امراض ممكن يناقشها معاك. مجرد ان انت تصور بالموبايل، ده مثلا تطبيق، مجرد تصور بالموبايل يبدا يديك كل المعلومات الخاصه بالمرض دوت او النبات دوت وهكذا. وهنا ممكن انت مثلا تتبرع بفلوس وهم يبداوا يزرعوا في الاماكن دي. طيب في حاجات مثلا خاصه بالانظمه الحكوميه بتوفر معلومات بحيث ان اي حد عايز يقول رايه. بالنسبه لاداره المياه، دي كلها مواقع وحاجات تطبيقيه، كلها حاجات مجانيه تقدر انت تجربها وتبدا تفكر ايه هي المناسبه للبيئه بتاعتنا. في سنسور مثلا لنمو المدينه، في سنسور للتلوث لو في حصل حاجه، لثاني اكسيد الكربون، كل الحاجات دي في مكان مخصص بيراقب الحاجات دي كلها بحيث ان هو يقدر ياخد قرار. ممكن يحس مثلا والله انا حاسس ان في ارتفاع في مكان معين في ثاني اكسيد الكربون، نبدا ان احنا نشوف المشكله دي وان احنا نحلها. فاحنا محتاجين موضوع يبقى فيه بيانات مفتوحه الناس كلها تشارك معاها، انترنت الاشياء، ان كل حاجه متوصله بالانترنت. يعني مثلا فكره انترنت الاشياء دي ممكن نطبقها في البيت، ان الثلاجه تبدا تشوف ايه الاكل اللي ناقص عندها النهارده، وهي تطلب على طول من البقال فيجيب لك الحاجه دي، الحاجات دي تبقى موجوده. التعلم الالي، التطبيقات اللي موجوده مثلا في المرور هو بيبدا يتعلم مع نفسه، يعني مش لازم الاشاره دي 5 دقائق وبعد كده الاشاره بعديها 5 دقائق ودي 5 دقائق، لا هو ممكن يتعلم ان مثلا هنا ما فيش حد، ممكن يقفل الاشاره خالص لان ما فيش عربيات واقفه، ويفتح الاشاره الناحيه الثانيه بحيث الناس كلها تعدي. فده بيؤدي لايه؟ بيقلل الزحمه، بيقلل الكربون، بيقلل استخدام الوقود الاحفوري، بيحسن الوقت الوصول. عليكم السلام. الو الو، فده عشان نعمله بنحتاج ان احنا يبقى عندنا في كذا طبقه. في طبقه مثلا فيها سنسور، في مثلا العراق، اخواننا في العراق عملوا حته كده تجربه،
في مكان صغير، حطوا فيه كل سلة مهملات حاطين فيه سنسور بحيث ان هو يقول لهم ان مثلا السله دي اتملت، فالعربيه ما تروحش تلاقي السله فاضيه او نص مليانه، لا تروح تبقى عارفه، وما تبقاش السله اتملت على اخرها فالناس ترمي الزباله. فدول عملوا الفكره بسيطه جدا، ما كلفتهمش حاجه، وساهمت في تحسين جوده التخلص من النفايات. الموقف الباص وانت واقف في لوحه بتقول لك ناقص قد ايه والباص يجي، تمام؟ لو في مثلا مكان باركنج فاضي يبدا يجيب لك تنبيه، بحيث بدل ما تقعد تلف ساعتين ثلاثه على ما تلاقي باركنج يجي لك الاشاره على طول. في شبكه ثانيه بيبقى في الانترنت ومدينه صلاه ومدينه كل حاجه متوصله ببعض، ونقدر ان احنا نعمل تخطيط. في الطبقه بقى بالنسبه لنا اللي هي طبقه المواطن، تطبيق عادي على الموبايل، بنبدا ان احنا تجي لنا المعلومات، او ان انا لو عملت سيرش على اي حاجه اقدر ان انا اوصل لها، لان في اوبن داتا او بيانات مفتوحه، فالناس كلها تقدر تتشارك المعلومات، واي حد عنده المعلومه دي يقدر ان هو يحطها على تطبيق ويقدر ان هو يستخدمها. فمدينه ذكيه هنقدر ان احنا نتنبأ بالمشكله، وزاد الذكاء الاصطناعي حاجه رهيبه جدا كل شويه بيتطور، فالذكاء الاصطناعي يقدر يقول لنا بسهوله ان في مشكله وانا حليتها، ان في مثلا كان في زحمه الناس كلها رايحه على شارع معين، فانا بدات اغير الوقت بتاع اشارات المرور، وان انا اخلي الناس تروح من شارع فرعيه، وان انا اعمل تنبيه معين يا اخوانا خلي بالكم ان الطريق ده زحمه روحوا طريق تاني، فده بيقلل الضغط. فبدانا نلاقي حلول كويسه جدا، نلاقي مثلا في عربيه اسعاف فيبدا يغير في طبيعه اشاره المرور بتفتح امتى وتقفل امتى، بحيث ان عربيه الاسعاف توصل لمكانها، او عربيه المطافي مثلا. السؤال اللي فات الشغل تمام، فهي لازم يكون في تكامل لخدمات كتيره جدا عشان نحن نقدر نعمل مدينه ذكيه. لازم موضوع البي اي ام، لازم موضوع الجي اي اس، لازم انترنت اوف ثينجز، لازم البلوك تشين، كل الحاجات دي هنشوفها مع بعض يعني نظره سريعه جدا، ازاي نحن نقدر نوصلهم ببعض، ازاي نحن نستخدم الطاقه النظيفه او الطاقه المتجدده زي طاقه الشمس، طاقه الرياح، كل الحاجات دي لازم نحن نعمل حسابنا فيها، لان نقلل التلوث ويبقى احنا عندنا قمنا بواجبنا، تمام، في ناحيه المشاكل اللي بتحصل. طيب، فكل حاجه بتبقى يعني المدينه كلها فيها الافكار موجوده، فيها التكنولوجيا، فيها ان احنا نقدر نستخدم كل التكنولوجيا اللي جايه، مش لمجرد ان احنا نعمل تكنولوجيا، لا، ان احنا نقدر نحسن حياه الناس، تمام، لان احنا عندنا تحدي كبير جدا، كل شويه الكثافه السكانيه، عندنا مشاكل في الميه، عندنا مشاكل في الطاقه، عندنا مشاكل في المناخ، فالمدن الذكيه هتيجي تحل لنا المشاكل دي او تقلل المشاكل بشكل كبير جدا. على سبيل المثال كل العربيات ذاتيه القياده بقت موجوده، بحيث ان انت هي بامكانها انها تقلل الحوادث، بامكانها انها تعرف اقرب باركنج وهكذا. هنا برضو الحاجات دي ذكيه، بحيث ان لو في شخص ما هيعدي من غير ما تدوس على الزرار، هي اوتوماتيك ممكن تغير الاشاره عشان تقلل فكره حصل الحادثه. نقدر ان احنا نقلل التلوث لو احنا قللنا نسبه السيارات اللي ماشيه، او الواحد يوصل في المكان بتاعه اسرع. فعندنا خدمات كتير جدا، ممكن في السيفتي، ممكن في الهيلث كير، ممكن في الانرجي، الطاقه، كل الحاجات دي موجوده. المدن الذكيه موجوده كتير في اماكن كتير جدا، ومفيش حاجه اسمها مدينه غبيه، لكن في مدن نسبه النقط اللي تخليها ذكيه كتير. على سبيل المثال دي حاجه انا كنت اعملها، عوامل تقييم المدن الذكيه، لان ممكن اي واحد يجي على مدينه يكون شكلها حلو ويروح قايل لك دي مدينه ذكيه، بينما اللي موجود فيها وعاش فيها مخنوق. لا، هنا دي انا عامل مؤشرات اهيت بالنسبه للناس، حاجات خاصه بالتعليم، حاجات خاصه بمهارات التكنولوجيا المعلومات، حاجات خاصه بالانفتاح، وفي حاجات خاصه بالحكم، الرؤيه والقياده والاطر القانونيه ومشاركه المعلومات والشفافيه، حاجات خاصة بالبيئة، الموارد، المية، والبنية التحتية، والمراقبة، حاجات خاصة بالبيانات، بحيث إن كل حد مسؤول ممكن يبدأ يشوف إيه النقاط
اللي موجوده عنده فيها مشاكل ويبدا ان هو يحسن المدينه بتاعته للافضل. فعندنا السمارت بيبول لازم يكون الناس على درايه ازاي يستخدموا التكنولوجيا الحديثه ديت وان هم يستفادوا منها، لان الهدف ان انا احسن حياه الناس، مش الهدف ان انا اخد جايزه، مش الهدف ان انا اعمل حاجه الناس تسقف لي، الهدف ان الناس تبقى عايشه برفاهيه ما عندوش الضغط العصبي ان هو طول الوقت في المواصلات او اتاخر او 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 او. عندنا اقتصاد ذكي زي موضوع البلوك تشين. البلوك تشين دي عباره عن ان كل معلومه متسجله في بلوكس، والبلوكس دي مستحيل ان انت تزورها لانها متكرره اكتر من على اجهزه كتيره جدا، ممكن 100 جهاز، فلو انت عملت تزوير في واحده بس تكتشف. فدلوقتي العقود في الخليج بقت معموله باسلوب البلوك تشين، بحيث انها اوتوماتيك اول ما يحصل اي تعديل الناس تتبه ان في حصل تزوير، مش لازم اروح لحد الجهه او الحكومه عشان اسجل ان انا بعت السياره بتاعتي لحد تاني، ممكن من خلال الموبايل. يعني في تطبيق مثلا عندنا هنا اسمه متراش، اول ما بدخل عليه بيقول لي انت عايز تبيع ايه، ايه الممتلكات اللي عندك، خلاص بروح معلم عليها وادي له البطاقه بتاعت الشخص الثاني خلاص تمام. يعني مش محتاج ان انا اخد يوم اجازه عشان اروح للمحافظه وان انا اسجل الحاجات دي. فدي تطبيقات يعني استخدامها سهل جدا. البيئه لازم نعمل احنا جرين بيلدينج، ونعمل اماكن الاطفال يعرفوا يلعبوا فيها استغمايه، لازم يبقى في اماكن زراعيه موجوده. المدينه اللي الاطفال ما يعرفوش يلعبوا فيها استغمايه دي مش مدينه ذكيه، ده سجن. لازم يكون في مساحه حلوه جدا الناس تلعب فيها وحدائق تتنفس فيها وهكذا. فمثلا بالنسبه للمرور دي مثلا عمود نور، في وايرلس تشارجنج لو انت عايز تشحن الموبايل بتاعك، في ان انت تقدر تعرف الباص هيجي امتى، الباص متوصل بالنت فبيجيب لك الحاجات، في كاميرا بحيث لو حصل اي حاجه. يعني على سبيل المثال في الفيفا دلوقتي في كام حد سرق حاجات اوتوماتيك جابوا ليه كاميرات في كل مكان تمام. في بنيه تحتيه قويه، في توفر المعلومات، لو انا عايز اركب مثلا مترو بعد كده انزل اركب بايسكل او عجل هوائيه اقدر الاقي الموضوع ده بسهوله، موجود في اماكن كتيره من خلال الموبايل تعرف اقرب مكان ممكن تاخد منه الحاجه دي تمام. التعليم والتدريب لازم يكون في تدريب، لازم لو يكون في ناس مهجرين او جايين عندنا يبقى في دمج ليهم، في مساعده، اي حد عنده اي اصابه او عنده اي نوع من المشاكل يقدر ان هو يتعامل معاها. يعني الحاجه هي في مستواه بحيث ان هو يقدر ان هو يضغط على الزراير. في حاجات خاصه بان المعلومات كلها بتتنقل من الحكومه للافراد ومن الافراد للحكومه. في الحياه والصحه، اداره اعاده استخدام الميه، ميه المطر دي نعمه من عند ربنا لكن للاسف بتحول عندنا لنقمه، فازاي ان احنا نوجد اماكن ان الميه دي تتخزن فيها ونعاد نعيد استخدامها، نحولها لميه صالحه للشرب. ازاي ان احنا نقلل حوادث السرقه، ازاي نقلل حوادث اختطاف الاطفال، كل الحاجات دي لازم نفكر فيها واحنا بنصممها. انت ممكن تصمم بيت او تصمم شارع او تصمم مدينه بسبب التصميم السيء يكسر فيه اللصوص. كان احد الناس بيقول احنا بنصمم البيوت بتاعتنا والبيوت بتعيد تشكيلنا، احنا بنشكل المدن والمدن بتعيد تشكيلنا. ان احنا نصمم الحاجه ونبهر الناس بالثقافه بتاعتنا والحضارات، احنا عندنا حضارات كتيره جدا فلازم يكون في اهتمام بيها، ان السائح يقدر يوصل بسهوله جدا وان هو يلاقي ترحاب ويلاقي التركيز. يعني احنا عندنا الاهرامات والصين عملت اهرامات لعبه بلاستيك كده وابو الهول بلاستيك، الناس اللي بتزور الصين عشرات الاضعاف اللي بيزورونا. ليه؟ لانهم قدروا يعملوا ابهار ويعملوا رؤيه ويعملوا صوت وضوء ويعملوا حاجات جميله جدا، احنا ان شاء الله نعملها لان احنا عندنا الاصل. الاستهلاك انا الاستهلاك بتاعي مثلا زاد في مره، المرات بعتوا لي رساله خلي بالك الاستهلاك بتاعك اعلى من المتوسط في الكهرباء. في انظمه توفر لك الطاقه وانظمه توفر لك الميه، كل الحاجات دي لازم نبقى على درايه بيها واحنا بنصمم، على اساس استهلاك الطاقه اصبح مشكله خطيره جدا والناس كلها بتتجه انها توجد حلول ليها.
تمام. المدينه عامله زي الانسان، فمن ضمن الحاجات ان لازم يكون في رئه خضراء، تمام. هنا مثلا ده تطبيق موجود في لندن، موفرين كل المعلومات لو اي حد عايز ياخد اي معلومه، عايز يعرف الاماكن الخضراء اللي موجوده في المدينه. فحتى لو انت من بره لندن تقدر ان انت تدخل على الموقع بتاعهم وتعرف كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، وسايبها لك اوبن سورس، تقدر ان انت تاخد المعلومات دي تستفاد بيها، وتقدر تعمل بيها موبايل، وتقدر دي ملك عام، وكل تجديد بيحصل تقدر انت تطلع عليه وتشوف على طول، تمام. طبعا احنا عندنا في القاهرة عندنا حديقة الازهر، ده يعتبر الرئة بتاعت المدينة. فمدينة القاهرة فيها عوامل كتيرة جدا انها تكون مدينة ذكية، وفيها بعض المشاكل بنحاول ان احنا نحلها. يعني ما فيش حاجة اسمها مدن مصر كلها مش ذكية، لا، كل مدينة فيها حاجات ذكية. محتاجين بقى نشوف ايه الاماكن او ايه المشاكل ونحاول ان احنا نخليها اكثر ذكاء، تمام، بحيث ان احنا نعتمد على التكنولوجيا زي البلوك تشين، تقلل ان انا اروح كل يوم عشان اخلص ورق او انقل او كان فيلم الارهاب والكباب، الراجل عمل مشاكل كتير عشان عايز ينقل ابنه من مدرسه لمدرسه. فاحنا عايزين نوفر المشكله ديت، عايزين نستعين بالحاجات اللي فيها مشاكل، بالروبوت، نستعين بالدرون، نستعين بالحاجات اللي تقلل المشاكل. فاحنا عندنا تحديات لكن عندنا اهداف حلوه نحطها قدامنا ونبدا ان احنا نشتغل فيها، وخصوصا ان البلد بتاعتنا بتحاول انها تتبنى تكنولوجيا وبتتبنى رؤيه 2030 انها تخلي مصر احسن. فاحنا عشان نعمل مدينه ذكيه محتاجين ان احنا نروح لتكنولوجيا زي تكنولوجيا البيم اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج، ان كل حاجه تكون عندنا المعلومات بتاعتها. يعني لو رسمنا المبنى على الاوتوكاد او رسمناه على 3 دي ماكس او رسمناه باي حاجه شكلها حلو، لكن لما اعمل سيلكت على حاجه ما يقولش ان ده حيطه وما يقولش كذا، فده بيعمله بشكل كتير جدا. البيم لا، هو تكنولوجيا موجوده ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر يقدر يقول لي دي حيطه دي باب، يقدر يجيب لي الكلاشيات، يقدر يجيب لي الحصر وهكذا. الجي اي اس ده نفس فكره البيم لكن على مستوى المدينه، فبيقدر يجيب لي لو انا عايز اعرف الشوارع كلها، لو انا عايز اعرف الانفراستراكشر بتاعت المدينه دي كلها بتبقى موجوده ومتوفره. والجميل ان التكنولوجيات دلوقتي بدات تتكامل مع بعض، يعني البيم والجي اي اس ده عنده مزايا وده عنده مزايا، ده عنده قوه وده عنده قوه، ففي كذا منصه وكذا بلاتفورم بيحطهم كلهم مع بعض، فكان الجي اي اس دي هي الغابه والاشجار هي البيم اللي بيتكامل معاه. فهنلاقي عندنا في الجي اي اس هنلاقي عندنا الايربن بلاننج، هنلاقي عندنا اللاند ريكورد، هنلاقي عندنا حاجات كتير جدا 3 دي. بس عايزين بقى نحط بقى استهلاك كل غرفه قد ايه، ويبقى في تواصل معاه كل المباني اللي موجوده، فساعتها بقى تكنولوجيا البيم بتدخل وتتحط جوه الجي اي اس، فيحصل تكامل المعلومات ويقدر ان احنا نستفاد من المعلومات في اي وقت. دي نماذج للمدن، بنقدر ان احنا نعمل اختبارات للمدن بحيث ان احنا نتاكد هل المدن دي صديقه للبيئه قبل ما نبني ولا لا. دي مثل البيم والجي اي اس، ما ممكن بعد ما اعمل المدينه والناس تسكن نكتشف مشاكل، لا، احنا بنقدر ان احنا نعمل اناليسز للحاجه دي قبل ما ان احنا ننفذها. طيب ولو الموقع ده اصلا موجود، يعني لو رحت على مدينه ونبدا ان احنا ندرسها، فساعتها بقى بنعمل ايه؟ بنجمع الداتا 3 دي، بنستعين بالليزر سكان وبنستعين بالدرون بحيث ان احنا يبقى عندنا موديل 3 دي للمكان دوت، ونقدر ان احنا نوجد حلول ليها. لما يبقى عندنا موديل 3 دي نقدر نعمل الاختيارات بتاعته. فاول حاجه بنعملها ان احنا نجمع الداتا ونبدا ان احنا نحط خطط وحلول باستخدام التكنولوجيا الحديثه. دي بعض الحاجات اللي موجوده في المدن، يعني حتى سله المهملات ممكن ان يبقى فيه، لو انت حطيت زباله معينه بيتخصم منك نقط، ولو حطيت حاجات منظمه زي مثلا الازاز الميه او الكنز او كذا فبتبدا تاخد نقط. الساعه الذكيه متوصله بحاجات كتير جدا، على طول تبدا تقول لي مثلا لا خلي بالك انت ما نمتش امبارح كويس، ان في كذا في كذا. فدي فكرة التكنولوجيا. السيارات دلوقتي بقت انترنت اوف ثينجز، بقى كل سيارة بتتكلم مع العربية اللي جنبيها وتحافظ على مسافة معينة، لو العربيات قربت من بعض ممكن يضرب فرامل او يحود او
ياخد هو القرار ده باستخدام التكنولوجيا الحديثه زي 5G. الانترنت لازم يكون طبعا كويس جدا في المدن الذكيه. البلوك تشين اللي هي التعاملات الماديه، وان انا اضمن ان مثلا لما انفذ حاجه اخد الفلوس بتاعتي. الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي، لما يحصل اي تعدل هو يقدر يتصرف مع نفسه ويقدر ان هو يوجد الحلول. والدرون اللي هي الطيارات ذاتيه القياده، بحيث ان هو يعمل ليزر سكان ويجمع لنا المعلومات. دي بعض التجارب في جمع المعلومات. البحرين تقريبا الدوله الوحيده اللي عملت ليزر سكان ليها كلها. ففي بعض البرامج اللي احنا بنستخدمها عشان ناخد المعلومات دي ونبدا ان احنا ننظمها، في بنتلي كونتكست كابتشر، دي بتعمل التقاط للواقع اللي موجود وتعمل بنيه تحتيه، لان احنا ممكن نيجي نحفر نفاجئ ان في مواسير للميه او للصرف او او او، فلما بعدين الموديل ده بيقدر ان هو يحل لنا المشاكل ديت. ودي طبعا في كذا بلاتفورم بيراقب الاداء، فيقدر يقول لي ده في حريقه في المكان الفلاني، طب ده في مثلا نقص في الميه، ده في مشكله في حاجه اتسدت. فكل الحاجات دي امثله هي موجوده. الحراره، تسريبات غاز، ويجيب لك هيستوري، تمام، في حريقه حصلت في المكان الفلاني سنه كذا، فتقدر ان انت تطلع عليها، تمام. والمعلومات دي كلها اوبن سورس، تقدر ان انت تستفاد منها وتعمل بيها برامج زي ما انت عايز. تمام. فمن ضمن الحاجات برضو اللي موجوده في السمارت سيتي الديجيتال توينز او التوأم الرقمي، ان انا بعمل موديل للمدينه، بحيث ان الموديل ده بيبدا يتنبأ لي بالمشاكل اللي ممكن تحصل. يعني ممكن اعمل موديل على الكمبيوتر مرتبط بالموديل اللي موجود على الطبيعه، ممكن يقول لي خلي بالك ان الطرق كده ممكن تحصل لها فيها مشاكل محتاجه انها تعمل لها صيانه. فان انا اعمل ديجيتال توينز للبنيه التحتيه بتاعتي وتنبأ بالمشاكل اللي ممكن تحصل، وعنده ذكاء صناعي بان هو يوجد الحلول ليها، دي حاجه بتوفر مليارات. لو انا ادركت المشكله قبل ما تحصل ده هيخلي الخسائر بتاعتي لا شيء. زي ما ابراهام لكونان بيقول افطر طريقه للتنبؤ بالمستقبل هي انشائه. فاحنا اللي بنعمل المستقبل، احنا اللي عندنا القدره على التنبؤ بالمشكله قبل ما تحصل. في مثلا مطر معين، كميه المطر دي المدينه تقدر تستحملها ولا لا، فالنموذج الرقمي يقدر يقول لي لا هتستحمل، لا المكان ده يبقى فيه مشكله لازم ان احنا نبدا نتواجد فيه. والديجيتال توينز ده موجود في البيم وموجود في الجي اي اس، بحيث ان هو يبدا يتنبا بالمشاكل. البيت برضو في سمارت هوم، بحيث ان انا اول ما ادخل البيت بيشغل الصوت اللي انا بحبه، ممكن ابني لما يدخل يشغل حاجه تانية. ممكن لو انا بره البيت وحد جالي ضيف وانا عايز يدخل البيت حد قريبي، ممكن اروح دايس على زرار على الموبايل اللي يفتح الباب اوتوماتيك هو يدخل. ده من خلال كذا تكنولوجيا زي الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ان انا اخلي الكمبيوتر يقرب من ان هو يفكر زي الانسان، تمام. فده بلاتفورم مثلا بنراقب المشاكل كلها ويبدا يجيب لي تنبيهات قبل ما المشكله تحصل. في عندي منصه، في حاجات منهم اوبن سورس، دي حاجات اوبن سورس مجاني، يعني مجرد ان انت تدخل على الموقع حمل واشتغل من غير ما تدفع فلوس. تمام. دي حاجات مجانيه اوبن سورس، تمام. هنا برضو بيراقب، طب تعالى نشوف الموقع دوت. كل الموقع ديت بيديك امثله موجوده فعلا حقيقيه، بتراقب الدوله من الدول موافقه انها تشارك المعلومات، فتقدر ان انت تشوف مثلا الصرف الصحي، الميه، المشاكل الموجوده ثانيه بثانيه. وده برضو حاجه اوبن سورس اللي انا هوريها لكم دلوقتي. اوبن سورس يعني مفتوح المصدر، يعني لو انت عايز تشوف شفره الكود وتقدر ان انت تعدل عليها وتقدر ان انت تبرمجها موجوده، تمام. ده مثلا ماجو 3D، ده ممكن من خلال المتصفح تقدر تدخل في اي لحظه وتقدر ان انت تعمل اداره للمبنى واداره للمدينه، وان انت تشوف لو انت عندك انترنت في سينجس او اي حاجه متصله بالانترنت من خلال الزيك بي او الار اف اي دي او الكيو ار كود او الواي فاي او البلوتوث، تقدر ان انت تتواصل معايا وتقدر ان انت تاخد المعلومات. هنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي في ان احنا نرسم الخرائط.
ويبدا يستنتج الحاجات اللي هي تحت الارض اللي احنا مش قادرين نعمل لها سكاننج. تمام. فمن خلال الموديل بيم بقدر اوفر معلومات لمتخذ القرار، ان هو عارف مثلا كميه الميه، كميه الناس، كميه المشاكل الموجوده بارقام حقيقيه، فيقدر من خلال المعلومات اللي انا بديها له ان هو ياخد افضل قرارات. ده مثلا مثال على الجي اي اس، ان بقى عندي خرائط، الخرائط دي مش ثابته، الخرائط دي بتتغير يوم بيوم، اي حاجه بتتبني بتظهر فيها، اي مشاكل بتظهر فيها بيجيب لي تحليلات، بيجيب لي تنبؤات، بيوفر لي لما بدنا بقى السي اي ام، بيوفر لي حاجه اسمها السي اي ام سيفل انفورميشن مانجمنت، بحيث ان انا اقدر اخد حلول على مستوى المدينه. فيديو صغير كده احاول اسرعه. هنا مثلا اهوت بنبدا نرسم المدينه، مجرد رسمنا خط كل ده اتحول ل 3 دي، بدا يرسم لي الطريق بالاناره اللي عليه، بالاشارات، بالسرعه بتاعته، كل حاجه. تمام، مجرد ان انا رسمت خط هو بياخد الخط ده ويبدا يطبقه مع الطرق والحاجات دي كلها. ده برنامج اسمه انفراستراكشر، وانا ببدا ارفع مثلا، مجرد ان انا بدوس بالسهم كده يطلع فوق وينزل تحت، بيبدا ان هو يظبط لي الكوبري بتاعي ويعمل لي دراسات للرؤيه، يعني اللي هيبقى راكب هيبقى شايف ايه، هل المسافات مميزه ولا لا، لو انا عايز اشتري مكان مثلا هعمل فيه مشروع، ايه الخدمات اللي موجوده جنبية، بحيث ان انا اقدر اخد نقط بتاعت السايت من السستينابيلتي او الليد. تمام، فزي ما انت شايف كل التكنولوجيات لازم تتكامل مع بعض، لازم يبقى في الجي اس مع البيم مع 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 انترنت اوف ثينجز تبقى موجوده في كل حاجه، بحيث لو انا بدور على ركنه ادوس على زرار اقدر يقول لي خلي بالك في ركنه قدام، بدل ما تقعد تلف كتير عشان توصل لها. وده طبعا بيوجد لي مشكله، يعني من ضمن المشاكل ان انا هيبقى عندي كميه معلومات كتيره جدا اللي هي البيج داتا. ففي دلوقتي بلاتفورم حلو بيقدر ياخد البيج داتا المعلومات دي كلها ويقدر ان هو يتعامل معاها. العربيه ذاتيه القياده اللي ماشيه ديت تقريبا في الثانيه الواحده بتعالج 1 جيجا، بتبدا تشوف كل حاجه حواليها وتشوف كمية معلومات كتيرة جدا هي بتقدر انها تتعامل معاها. وبيبقى في شاشة معينة بنقدر ان احنا نراقب كل حاجة. هنا مثلا في قطر عشان موضوع كأس العالم كان في مبنى اشتغلت فيه اللي هو ال سي سي تي، ده كنترول لكل حاجة بتحصل موجودة في المدينة. يبقى في تكامل كده، وفي أي مشكلة في المرور بيبدأ ان هو يستنتج. هنا مجرد بتدوس على حاجة يبدأ يفتح له، ده في مشكلة في الكهرباء، في مشكلة في المية، في معدل استهلاك اكتر، وهكذا. فكميه الداتا الكبيره دي بنبدا ان احنا نعالجها في نفس في الران تايم في الوقت الحقيقي، بحيث ان احنا يبقى عندنا معادلات ويبقى عندنا استفادات كويسه جدا من المدن الذكيه، بحيث ان راحه الانسان دي اهم حاجه بالنسبه لنا. ده مثلا موقع يا ريت الناس تهتم بيه اسمه زين سيتي. زين سيتي مهمته ايه؟ ان لو في اي حد مسؤول عايز ياخد قرار ممكن يطرح الافكار دي على الناس، والناس هي اللي تعمل تصويت. تمام، يعني مثلا في القاهره عايزين نعمل المشروع ده ولا المشروع دوت، او مثلا يقولوا والله احنا مهم بالنسبه لنا مشروع الصحه، فالناس كلها تبقى مشاركه في اتخاذ القرار. هنا كل حاجة موجودة المعلومات بتاعتها، لو في استهلاك لأي مبنى بيبدأ ينبهني إن في المكان ده في الاستهلاك، في حاجة مش مظبوطة. هنا مثلا المدينة انت معاك كل المعلومات بتاعتها، فتقدر ان انت تاخد قرار مثلا في ان المكان ده محتاجين فيه مشاكل معينة ان احنا عايزين نحوله لمدينة ذكية. من خلال التابلت تقدر تشوف الحاجات اللي تحت الارض في الانفرا. ده ليزر سكان اهوت عشان نقدر ناخد قرارات بعد كده.
بعد كده نبدأ بقى نصمم الطرق والكباري والبنية التحتية وكل حاجة. هي من خلال الموبايل، من خلال الموبايل او من خلال المتصفح نقدر ان احنا نشوف كل النتائج اللي احنا ممكن نحتاجها. ده حاجة معمولة ليزر سكان بوينت كلاود لكل الاماكن ديت، وتقدر تعمل داخل المباني. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها وشغلنا فيها فترة كويسة جدا الاوبن ستريت ماب، دي منصة اوبن سورس مجانية تماما معتمدة على المتطوعين. عملنا فيها شغل حلو قوي في مصر وفي قطر، بان انت بتقدر ترسم الخريطة ثلاثية الابعاد. احنا رسمنا خريطة في مصر في مدينة العاشر من رمضان، رسمنا 2800 مبنى 3D بالانفورميشن بتاعته في ساعة واحدة، في ساعة واحدة. تمام، ليه؟ لان كان معانا ذكاء صناعي والحاجات دي كلها. طيب امثلة سريعة على الذكاء الصناعي. بدأت بالهند، وفي دول عربية موجودة. الهند بدأت تقول لك والله سمارت هوم احنا عندنا اكتر من حاجة، ما تقولش سمارت هوم ايه، لا سمارت هوم كذا، انتجريتد مانجد نتورك ميجر وهكذا. وبدات تحط بعض المعايير بحيث كل دوله تتنافس مع الدول الثانيه انها تحاول انها توصل لاقرب حاجه. هو يقول لك مثلا ده هنا لما تحصل مشكله بيحلها، لا ده هنا قبل ما المشكله تحصل بيحلها، لا ده هنا في خدمات بيقدمها مثلا كذا. فاصبح في تنافس، وفي مثلا بابليك واي فاي، واي فاي الواي فاي متاح في الجنان كلها، لا ده احنا سامحينه في الدوله كلها، لا ده احنا حاطينه في الفنادق وهكذا. فالواي فاي ده حاجه اساسيه، انا ان تكون موجوده في كل الحدائق اساسيه، ان يكون في تشارج شاحن في كل الحدائق دي حاجه اساسيه، ان يكون الشوارع كلها موجوده فيها طاقه شمسيه، يكون في فيديو في كل مكان بحيث ان انا ابقى امن على الاولاد، يكون في تطبيقات للمواطنين وتكون مجانيه ويقدروا ان هم يستخدموها، يكون مثلا في اشاره المرور تبدا تديك صوره قدامك كده، او يعني تعمل الصورة معينة ان لا هنا تقف هنا تعمل. دي من ضمن الحاجات. فدول كتيرة بدأت تتحسن الشبكة الخضراء، تحافظ على التراث وهكذا. يعني يقول لك التراث ده وقفوه، كان في مشروع شغالين فيه في صقلية، تمام، فبنتناقش في حتة معينة انا عايز اشيلها خالص، فقال لك لا اوعى الحتة دي كان حاجة اثرية. حاجة اثرية ايه يا اخوانا؟ قال لك ده دي كان جنود معينة، جنود من اوروبا استخبوا بيها من الجنود بتوع المانيا يعني 1945. قال لك اه اثريه، ما ينفعش ان انت يا اخوانا ما كانوش عايشين فيها، ده كانوا بيستخبوا. قال لك لا يعني اعمل فندق من غير ما تقرب منه. تمام، دي في كوريا الجنوبيه. عاملين انظمه حلوه جدا لتقليل الزباله. الزباله ممكن تحط حاجه هنا ما تجيش العربيه، هي اوتوماتيك تشفت وتسحب للمكان المخصص ليها، ما فيش عربيات بتزحم المرور خاصة بالقمام. مراقبة لكل حاجة بتحصل في المدينة، مدينة سونجودو في كوريا الجنوبية. تمام، عملوا نهضة اقتصادية جدا بسبب المدن الذكية، والناس بتلاقي وقت انها تفكر، الناس بتروح بدري، وانت واقف تعرف الاتوبيس جاي امتى وهكذا. طبعا برشلونة من اهم المدن الذكية على مستوى العالم، قدروا يقللوا حركة المرور. قدروا ان هم 40% حركة المرور على اساس ان 40% بسبب انها بدور على ركنة، فهم قدروا يجيبوا اجهزة استشعار بحيث ان انت توصل للمكان اللي فيه ركنة على طول، وعملوا انظمة ذكية بحيث انها توفر مشي. سنغافورة لو دخلت على الموقع بتاعتهم بتقدر ان انت تشوف كل مبنى، كل غرفة ايه المواصفات بتاعتها، ولو انا وقفت في الغرفة دي ايه المناظر اللي هتشوفها، واستهلاك الطاقة والكهرباء والحاجات دي كلها. مانشستر، سان فرانسيسكو، برلين. تمام، دي شويه مواقع انتر اكتف تقدر انت تشوفها تبع لندن. تقدر تراقب حركه المرور. انا هسيب لكم البرزنتيشن بحيث ان انتوا تجربوا المواقع دي وتستمتعوا بيها. ستريت لامب بحيث ان كل الشارع مطفي الا المكان اللي انت ماشي فيه، وقدامك مثلا 20 متر كمان، يعني طول ما انت مش بتتحركش الاشارات دي واقفه، انما العربيه بتاعتك بتتحرك خلاص هو مش بينور الطريق من مصر اسكندريه على طول، لا بينور المكان اللي العربيات موجوده فيه. اوزبكستان عامله برضه نظام مراقبه المرور ومرافق ذكيه وانظمه لنقل الركاب.
من ضمن الحاجات اللي سنغافورة عملتها كويسة جدا ان هم عاملين نظام رعاية صحية، لقوا ان كبار السن مفيش حد بيرعاهم، كلهم بيزيد الشغل، فحط جهاز اول ما يحصل حركة سريعة او حركة بطيئة بيروح منبه الاسعاف يقول لهم الراجل العجوز ده حركة حركة سريعة، ممكن يكون وقع او بقاله فترة ما بتحركش، فيبدأوا الاسعاف تتحرك للمكان دوت. المفروض الاسعاف بتوصل في سنغافورة وبريطانيا وهكذا في حدود 4 دقائق، تمام؟ يعني من اي مكان اول ما تصل 4 دقائق يكونوا عندك. كوبنهاجن في ماليزيا عملوا مرافق وبنية تحتية رغم انها مكانتش متقدمة، لكن هم عملوا مدن ذكية زي سايبرجية، عملوا رفع البنية التحتية، عملوا الانترنت الذكي وهكذا، بحيث الناس كلها تقدر توصل للانترنت. طيب عايزين نشوف في البلاد العربية، طبعا احنا عندنا مصدر وعندنا لاين، بحيث اللاين دي ميزتها ان انت في اي مكان هتقف وهتلاقي خلال 5 دقايق تكون وصلت لكل الاماكن اللي انت عايزها، فدي من ضمن المزايا. فنيوم فيها افكار حلوه جدا ذكيه وجنبينا، يعني ناخد منهم شويه افكار. من ضمن الحاجات مثلا ان دي التصميم القديم، انا ما حطيتش التصميم الحديث لسبب يعني في ذهني، ان عندك المترو هتركبه ما فيش عربيات خالص، فزيرو كربون، فيش اي عربيات مسموح ليها انها تدخل هناك، تركب القطر والقطر يوديك لاقرب مكان، 5 دقايق تلاقي نفسك مفيش مكان يبعد عن القطر اكتر من 5 دقايق. فذا لاين زيرو كربون، انما في بلاد تانية زي لوس انجلوس في امريكا 36%، نيويورك 30%، مصر خلينا ساكتين، برشلونه تمام. هنا قطر عشان موضوع كاس العالم كانوا مهتمين جدا، دي مدينه لوسيل، انا شاركت في 18 مبنى دول، وكان طبعا بتعاون كلنا عشان نعمل المدن الذكيه. كهرباء، بتبدا تراقب استهلاك كهرباء والميه، دي منطقه جميله جدا صراحه، احسن مكان. انا بحب اقعد في الابراج، بحب اقعد في المكان دوت لان في ساحات للنافوره، في اماكن خضراء، في اماكن الاولاد يلعبوا فيها، والاماكن كلها مش عاليه، كل الاماكن في مظلات. النقل الذكي، انا اول ما جيت قطر ما كانش في مترو خالص، لكن اتعمل مترو واتعمل حاجات كتير جدا، وسائل بابليك او وسائل عامه الناس كلها تقدر انها تستخدمها، تمام. فدي اهم المدن الذكيه، تمام. عندنا دبي من ضمن المدن الذكيه، عندنا باريس، برلين وهكذا. ده مثلا تطبيق مترشح احنا قلنا عنه، ممكن ادخل اروح مجدد الاي دي. انا حالا بعد ما اخلص جواز السفر بتاع اولادي عملت لهم تجديد، فمجرد هدخل ادخل الرقم بدل ما اروح واقف في طابور، فده بيوفر الطابور، تمام. البرزنتيشن هشاركه معاكم ان شاء الله، احنا قربنا نخلص خلاص. موضوع الاستداد كلها فيها استدامه، موضوع ان يقللوا ان انت توصل بعربيه، الخيار العربيه موجود لكن موفر لك مترو، فانت بتلاقي المترو احسن لك. ساعه لما المترو اتعمل احنا كنا متراهنين ان مفيش ولا قطري هيركب المترو، ان المترو ده هيكون ليه للناس اللي زي حالتنا اللي بتروح بيه الشغل، فوجئنا ان فعلا القطرين كلهم بيركبوا المترو. ليه؟ يقول لك انا لسه هقف وادور على باركنج والحاجات دي كلها. فلقى المترو بالنسبه له بالذات ان المترو جميل ومريح والحاجات دي كلها، فبيفضل لهم يروحوا بالمترو. دي شويه امثله للمدن الذكيه، يا ريت ناس تجرب المواقع ديت. التحديات اللي عندنا الانفراستراكشر، المالتيبل سيرفيس بروفايد، كلها حلول احنا اتكلمنا فيها. احنا بحاجه احنا مش بحاجه ان احنا نعمل مدن ذكيه، احنا بحاجه ان احنا نطور الناس ونعمل لهم وعي، تمام. المدينه مش مدينه ذكيه لانها بتستخدم التكنولوجيا، مدينه ذكيه لانها بتستخدم التكنولوجيا لتحسين حياه مواطنيها. ملهاش لازمه ان انا اعمل سنسور وبراقب الناس وكده، لكن انا الناس ما تحسنتش الحياه بتاعتهم، لا، الهدف بتاعي رفاهيه المواطنين وتحسين الحياه بتاعت المواطنين، تمام. الموبايل لازم يكون فيه حلول للمواصلات الزحمه، موجود حلول لكل المشاكل اللي موجوده عندنا نبدا ان احنا نوصل لها. الموبايل عباره عن اخر طبقه من طبقات المدينه الذكيه اللي هو بيديني الانفورميشن اللي انا ابدا اشتغل بيه. دي ستاندرد اكواد نستخدمها عشان المدينه الذكيه. شكرا جدا لكم، واسف لو كنت طولت عليكم. لو في حد عنده سؤال.
مؤتمر على الموضوع.